الا كنت كتعتقد بلي راه بابا نويل بحال هكا زوين فنيون لحيه بيضاء طربيشه الهدايا، انت غلط. بابا نويل بحال هكا مشرمل، فهمت شي عشيري؟ اه ومارت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم غادي نهضروا على باباهم نويل ولا سانتا نيكولاس، حيت تاريخ مزور وبغاو يضحكوا على عباد الله. هذا الفيديو موجه للناس اللي كيحتفلوا براس العام، وحتى الناس اللي ما كيحتفلوش براس العام وكيقول لك انا ما مقتنعش به، ولكن كنشري حلوى باش نفرح وليداتي. اش التناقض هذا؟ لا ما ماتش اخرج مصارم. هذه الحلقه برعايه وتعاون صفحه موروكان ويب كوميونيتي، تلقاو الرابط ديالها في الوصف. السلام عليكم ورحمه الله، انا سعيد الجمالي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سعيد لوجيا. الى كنتم المتابعين ديال القناه تشوفوا الفيديو السابق، تحدثنا على الادله على ان الاحتفال براس العام شي حاجه عيانه وكتدل على ضعف الشخصيه ديالك كمسلم، ولكن اليوم خلينا نتعرفوا ونتعمقوا مزيان في هاد الامور هادو باش نتعرفوا على بابا نويل شكون هو الحقيقه ديالو. الا كان كيعجبك هذاك بابا نويل وكتفرح وكيعجبك هذاك المهم هذاك الهيت ديال الاحتفال وحلوى وما نعرف شنو، وكتصدق داكشي اللي في الافلام انك كتعلق تقاشر وفي الليل كيجيب لك بابا والهدايا، انت غلط. وقعتي في اكبر فخ تزوير في التاريخ، يعني بدرجه اكبر تقليبه واكبر ترويض الراي العام وبالخصوص المسلمين، لان داك باهم نويل ما هو الا اكبر مجرم وارهابي. اسمع مزيان هاد القصه اللي غادي نعاود لك، تقدر تقلب عليها بالانجلي غتلقى معلومات كثار من داكشي اللي تلقاه بالعربيه. يلا بدا لك عندك معنا طبيعه الحال، بزاف منكم عندهم الانجلي. باهم نويل بالفرنسي كتعني ابو الاعياد، وهذا اللقب هذا عطاو لواحد من اسقف مدينه ميرا مسيحي سميتو نيكولاس، ومن بعد سمته الكنيسة القديس سانت نيكولاس، وباختصار سانتا كلاوز اللي كيسموه في امريكا. هاد خونا هذا من الاساقفة اللي كيدعموا بدعة التالوت اللي هي الاب الابن والروح القدس. اعوذ بالله، يعني هاد خونا هذا كيدعم هذاك التخربيق ديال الشرك بالله، ان عيسى ابن الله هو كذلك اله، وذاك التخربيق كله وما كيعترفش بالتوحيد. واحد العام كنشارك في واحد التجمع بحال قلتي ندوة، كانت سنة 325 ميلادية، فهاد التجمع تعدى نيكولاس على واحد القسيس اخر من هذوك الموحدين في المسيحيه وسميتو اريوس، حيت كان كيدعي المسيحيه للتوحيد وكانوا عنده بزاف ديال المؤيدين. واللي بدا كيتكلم القسيس اوريوس على المذهب ديالو ديال التوحيد في المسيحيه، نال هذا الاسقف سانت نيكولاس وبدا كيضربو بواحد العنف كبير. كاينه الكروشيات الركلات، علاش هادشي؟ حيتاش ما قدرش يجابه في المناظره كيف ما جابه اوريوس، وقال ليه دلائل من المسيحيه اللي كتدل على ان الله واحد وما عندوش ابن، وهادشي بطبيعه الحال هو اللي كاين، فالصفات اللي كتنطبق علينا حنا ما كتنطبقش على الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش ناض هذاك الاسقف وبدل انه يجابه ويناظره في مناظره اللي هي عاديه كما في جميع الاديان كيناظروا العلماء ديالها، ناض بدا كيضربه بواحد الوحشيه، واحد الخبث، شي حاجه كاينه لداخل خبيثه واجرام. المهم بلا ما نبدا نخسر عليكم سيفتي نخيف وجهي، باختصار شدوا ديك القعصه، فشدوا هذاك سانت نيكولاس طردوه من هذاك المجمع وسدوه عليه في الحبس. من بعد ما خرج حاول انه يرهب الناس وكيقتل في الناس وكيتعدى عليهم كاع هذوك اللي كينتسبوا لهذاك المذهب ديال التوحيد في المسيحيه كلهم. ما عرفش بلي من غير المسيحيين راه كاين موحدين اخرين اليوم حنا، وبدا كيدمر وكيحرق الكنائس اللي كاينه في المنطقه ديال الاسقف ديالو، وكيتعدى على الناس بواحد الوحشيه كبيره. ولكن راكم عارفين بزاف ديال المسيحيين بالخصوص الاساقفه وبزاف ديال القسيسين كيشوفوا ان هذا الشيء غادي يشوه السمعه ديال الكنيسه كلها، وباش يتم طمس هذه الحقائق ويزوروا التاريخ ويخبعوا هذه الفضائح، ناضت الكنيسه صنعت صوره مزوره على ذاك القديس سانتا باش تغرس افكار مغلوطه وتلف المسيحيين منذ نعومه اظافرهم ويروضهم على حب هذا المجرم اللي ما خلى ما حارب في المسيحيه الاصليه، هذا القديس سانتا كلوز اللي حرف بزاف في المسيحيه. فمشات الكنيسه سرقت واحد الشخصيه اسطوريه في التراث الاسكندنافي، وهذه الشخصيه الاله وثني، يعني واحد الصنم، استغفر الله، هذا الشيء اللي كيامنوا به هما. وهذه الشخصيه كتمثل في واحد الراجل عنده لحيه بيضاء وسميته اودين، حسب الاسطوره كيطير وعنده واحد الكروسه ولا بحال قلتي كارو كوتشي وفيه الهدايا بزاف، وكيطير في السماء في وقت الشتاء وكيوزع هذوك الهدايا على الدراري الصغار في نهار 25. كما عرفتوا الكنيسه خدات هاد التاريخ بالضبط من كل سنه باش تحتفل بسانتا كلاوس، يعني واحد الشخصيه خياليه اسطوريه غادي يركبوا على شخصيه اللي هي مجرمه وارهابيه وغادي يحتفلوا بها كل عام، باش كل واحد غادي يتزاد غادي يغرزوا ليه هذوك الافكار موت 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 الدماغ ديالو، غادي يحب هذاك المصدر ديال العطاء اللي هو سانتا كلاوس اللي كيجيب ليه الهدايا. هو في الاصل المسيحيين ملي كيكونوا صغار كيربيو والديهم انهم يمشيو ينعسوا الصباح غادي يلقاو الهديه ديالهم، يعني ملي كيفيق ما كيشوفش شكون اللي حط
باغي الهدية، بقى بالليل كيقول يا ربي يجي سانتا كلوز يجيب لي الهدية يكون فيها ايفون 13 برو. اودي كنا كانت بصح نتمنى واحد تاع حنانيت. وداك الشيء اللي كيطرا بالفعل، ولكن ماشي سانتا كلوز اللي كيجيبو، والديهم اللي كيجيبوه. كيضحكوا على ولادو، شتي تصارى دابا ضحك على دري صغير. فالكنيسه شفرات هاد الشخصيه الاسطوريه وحطاتها في واحد الشخصيه اللي هي مجرمه، شفرات الشكل ديالو اللحيه ديالو حتى من الكروسه عباد الله ما خلاوهاش. وفيها الغزلان، غزلان كيطيروا في السماء. يلا تخيل انت دابا حول ولا قوتي، وحطوا دوك الاوصاف كلهم لهداك القديس نيكولاس باش يكون هو بيرفكت، هذاك المجرم، هذاك التعذيب والسرقه والقتل كان مستهدف بها غير هذوك المسيحيين اللي هما موحدين. واش انت كتحتفل براس العام باش تدعم سانتا كروز؟ لهذا هذاك باهم نويل في الحقيقه ما هو الا طمس وتزوير للتاريخ، ما عنده حتى شي علاقه بالهدايا ولا بالاطفال، انما هو فقط مجرم قاتل ارهابي اخبث صفات جمعت فيه. داروا هادشي باش يخبعوا هاد الحقيقه على الاطفال، على الناس كلهم اللي غادي يتزادوا من بعد، باش يخبعوا هاد الحقيقه على الجاهلين اللي ما كيبحثوش وما كيقلبوش على الحقيقه. كان شحال هادي باش تقلب على المعلومه كيخصك تدخل المكتبات وتمشي للموسوعات وتمشي للمتاحف، وصعيب انك توصل لهذيك المصدر ديال المعرفه اللي هو كبير بحال المكتبات مثلا. دابا كاين وسائل افضل باش انك تقلب في الانترنت، يعني ما تحتاج انك تمشي للمكتبه ولا تمشي لهنا ولا هنا. الانترنت كيقدر تيليشارجي منها كتبها بي دي اف، ما تقدرش حتى تشريهم، تشوف فيديوهات، تشوف محاضرات، تشوف بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليوك مثقف، انسان واعي، عارف شنو كدير. هادو مسيحيين ما عارفينش دابا شنو طاري، ولكن انت كمسلم ما تجيش في الاخر وتخرج على الشخصيه ديالك. انت ماشي هو داك الشخص اللي كيامن بهاد الخزعبيلات، هادشي ما كاينش في الثقافه ديالك. وجدودنا احتفلوا بهادشي؟ لا. اوكي انا ما كنحتفلش، غير كنشري حلوى لوليداتي باش يحتفلوا باش يفرحوا باش يضحكوا باش ينشطوا. وجات راس العام مع العطله، عندك 365 يوم في السنه كلها، عام عباد الله 12 شهر، ما عرفتش انا شحال فيها من ساعه. جيتي لنهار واحد راس العام ديالهم وباغي تحتفل فيه، باغي تفرح ولدك، يعني هاد 365 يوم غادي يكون ولدك حزين، نهار واحد هو اللي غادي يفرح فيه فقط. كلنا كنحتاجوا نتاخذوا قرارات في الحياه ديالنا، كيخصنا نتاخذوها عن علم واقتناع. ما غاديش نحاول انا نقنعك بالقوه دابا انك تحتفل ولا ما تحتفلش، انت عندك عقل، انت اللي غادي توريني. يعني انا احوج الى ان تنصحوني، انا ماشي اللي غادي نجي ننصحكم. كانت هذه الحلقه ديال اليوم، كنتمنى هاد السنه اللي داخل علينا 2022 تدخل علينا بالصحه والعافيه، وباش ما تمنيتوا تحققوا جميع الاهداف ديالكم والمتمنيات ديالكم وتصيفطوا والديكم الحج وتمشيو تتموا الحج. دابا ماشي كنهنئكم براس العام، ولكن كنقول لكم ان هذا ماشي دخول سنه، انما هذا خروج سنه، يعني سنه مشات لك من العمر ديالك. فكر فيها مزيان، دور في راسك مزيان وخلطها مزيان، عرفتي هذيك مونينيكس، سنه مشات لك من العمر ديالك، اشنو حققتي في هذا العام؟ حققتي شي هدف؟ درتي شي طموح كنتي مخطط ليه؟ درتي شي حاجه كنتي كتمنى ليه؟ شحال من هدف من هذوك الاهداف اللي كنتي حاط؟ واش اهداف بسيطه؟ واش اهداف مهمه؟ واش اهداف اهم؟ واش اهداف اكثر اهميه خصك تحطهم ومرتبهم؟ دابا هذا العام جديد، الا ما حققتيش داك الشيء اللي كنتي كتمناه العام اللي فات 2021، ما تقولش مع راسك انا فاشل، لا، راك بديتي. هذاك الفشل ما هو الا درس غادي تستافد منه وغادي تحسن الاداء ديالك وغادي تتجاوز هذوك الاخطاء اللي طحتي فيهم وغادي تحقق اهداف اكثر واكثر واكثر اهميه، وتكون شخص افضل من الشخص ديال البارح. البارح كان 2021، اليوم 2022، اذا انت ديال اليوم خصك تكون افضل من الانسان اللي كان البارح.